التي أقيمت بكرواتيا مركز خامس في بريمير ليغ ساسبورغ السنة الماضية، أقصية من الدور الأول في بريمير ليغ لشبونة. في مواجهة الأذربيجاني تورال المصنف التاسع والحادي والأربعين عالميا. شارك في بريمير ليغ لشبونة هذه السنة وفي بريمير ليغ اسطنبول أقصية من الدورة الثاني. في بطولة أوروبا التي أقيمت بكرواتيا أقصية من الدورة الثاني اللاعب الأذربيجاني تورال تصنف الحادي والأربعين عالميا في مواجهة بطل النمساوي. المصنف الثاني عشر عالميا ستيفان بوكورني الوزن أقل من 67 كيلوغرام. يقول صالح النمساوي ستيفان 2-1. على باب مراجعة الفيديو من جانب مدرب اللاعب الأذربيجاني لا أظن فيها أي شيء، طلب باللايوكو لكن أين المجردة تظهر؟ أظن أن لا يوجد أي شيء. كلا اللاعبان كان بعيدان عن بعضهما البعض. بالفعل كما قلت لا يوجد أي شيء. اللاعبان معنا المطالبة بالفيديو بالعودة إلى الفيديو من جانب المدربين معا. تواصل المباراة أظن يوكو بالفعل يوكو لصالح اللاعب الأذربيجاني في اللقطة الماضية. يوكو في اللقطة الماضية لصالح اللاعب الأذربيجاني عاني من إصابة على مستوى الوجه بسبب اللقطة الماضية.
يكون من خلال هذه الحركة للاعب الأذربيجاني. دار يوجه للاعب النمساوي. شوكو إضافية للاعب الأذربيجاني تورال. 3-2. يوكو بالفعل لصالح اللاعب النمساوي ستيفان. 3-3. تعود المباراة للسيناف حوالي 35 ثانية متبقية من زمن المباراة. يوكو إضافية للاعب النمساوي. 4-3. دائما التفوق لصالح اللاعب النمساوي. 4-3. صالح ستيفان بوكورني. تصنف 12 عالميا في رصيده 2407 نقاط. أربعة مقابل ثلاثة ونهاية المباراة بفوز النمساوي ستيفان بوكورني المصنف 11 و12 عالميا أمام البطل الأذربيجاني تورال، وبالتالي البطل النمساوي ستيفان يفوز بالميدالية البرونزية الثانية في وزن أقل من 67 كيلوغرام رجال. كذلك سنتحول إلى وزن آخر هذه المرة بنون النسوة، وزن أقل من 61 كيلوغرام سيدات أزارافا ماريا من